السلام عليكم، أهلا بكم في الحلقة الثالثة والأخيرة اللي هنتكلم فيها عن الـ SD-Access Transit، أو عموما إزاي نوصل Multi SDA Sites Together عشان نكون Fabric Domain. ما تنساش لو أنت ما شفتش الحلقات اللي فاتت، لا لازم تشوف على الأقل الحلقتين اللي فاتوا، دول قمة في الأهمية لأن دي جزء ثالث من الحلقتين اللي فاتوا، تمام؟ ما تنساش لو انت لسه ما اشتركتش في القناة، اشترك في القناة وفعل زر التنبيهات واعمل لايك وسبسكرايب في ال... او اعمل لايك يعني للحلقات، ولو عندك اي اسئلة قولها لنا في الكومنتس تحت. بسم الله. طيب هنتكلم بقى المرة دي عن الـ SD Access اللي هي الترانزيت، SDA Transit، ايه الـ Deployment Models بتاعتها. خلينا كده نفهم يعني ايه الكلام ده. بص كده، الـ SD-Access دوت ينفع في ايه؟ لو انا عندي كذا سايت او عندي two models، direct internet access at every site و internet access provided by other site brokers، الـ two models دولت ينفع فيهم الـ SDA. يعني لو انا عندي الانترنت direct من كل السايتات ينفع اعمل SDA transit. لو انا عندي، بص هنا، سايتين بس هما اللي فيهم انترنت وبقيه السيطات هتطلع منهم، يعني ده محتاج يروح لدوت وبعد كده يطلع انترنت، برضو ده سبورتد عندي مفيش مشكله فيه. اوكي طيب، وعندي ايه كمان؟ لو شيرد سيرفيسز فيا سايت بوردر ات افري سايت اور ات سيلكتد سايتس، برضو يعني ده كمان بيسبورت. لو انا عندي شيرد سيرفيسز واصله بسايت واحد مفيش برضو مشكله، ممكن السايت ده يروح لدوت ويطلع لدي، او ان ممكن الشيرد سيرفيسز تكون واصله بكل دوت برضه سبورتد عندي. هنا هو بيوريك ايه المودلز اوف كونكتيفيتي، ايه الكيسز اللي انت بتستخدم فيها الاس دي اي، وهو بيسبورت انهي كيسز. طيب ايه كمان؟ والله لو انا عندي مثلا بابليك كلاود مفيش مشكله، مع البابليك كلاود دي في النهايه انترنت، او عندي برايفت كلاود والله اشوف هي واصله بايه ومفيش برضه مشكله، لو هي هتوصل بالكل تمام او هتوصل بسايت واحد او اتنين برضو مفيش مشكلة. بص هنا هو اللي هو عاوز يقوله لك ايه، بص ركز معايا قوي في الحتة دي الحتة اللي انا نهيت بيها المرة اللي فاتت. شايف البوردرز دولت؟ البوردرز دولت بيتعاملوا مع بعض على انهم ايدج نودز. يعني ايه؟ كل واحد منهم عنده سبنتس، اللي عاوز يروح للسبنتس ديت هيروح للبوردر بتاعها. والله انا عاوز اطلع على الانترنت اروح للبوردر دوت، ليه؟ لان البوردر ده متسجل عندي انه اللاست واي اوف او الجيت واي اوف لاست ريزورت اللي بيطلعني على الانترنت. كاننا بنتكلم ان دولت كده، بص كان دولت كده كونوا فابريك سايتس لوحده وهم ايدجات وبوردرز في نفس الوقت، تمام؟ يا ريت بس الفكره دي كده تكون واصله لك، لو مش واصله لك اكتب لي في الكومنت ويعني اسال السؤال اللي انت عاوزه في الكومنت. طيب يبقى احنا هنا عندنا، لو انا عندي كامبوس فيه 3 سايتات او عندي يعني شركه فيها 3 سايتات وادي الترانزيت كنترول بلين نود، والله ممكن سايت 1 ده يكون واصل بالداتا سنتر و2 و3 واصلين بالانترنت، مش اي مشكله، ينفع. هنا بقى انا محتاج انهي بوردر؟ احنا قلنا مبدئيا كده وانت مغمض في اس دي اي ترانزيت يبقى في اكسترنال، ممكن يبقى اكسترنال او اني وير. طيب ده محتاج يرجستر الداتا سنتر سبنت صح مع الكنترول بلين نود بتاعته، وبعد كده هيرجسترها مع الترانزيت كنترول بلين نود، يبقى دوت المفروض يبقى اني وير. طيب دولت محتاجين يرجستروا حاجه؟ لا، ده واصلين بالانترنت، يبقى دولت اكسترنال اونلي. طب نشوف كده، فعلا ده anywhere internal external، ودولت ايه قلنا؟ يبقوا outside او external only، تمام؟ تمام. طيب هنا بقى الانترنت اكسس اشتغل ازاي؟ احنا ادينا عنها هنت المرة اللي فاتت، بص كده التو سايتس دولت، التو براوزرز دولت واصلين بالانترنت، ودوت مش واصل بالانترنت. افتكر بقى كده
لما انا جيت اكونفيجر الاتنين دولت من الديناك، علمت على التشيك بوكس اسمه ايه، ان ده وصل بالانترنت اللي انا قلت لك عليه المره اللي فاتت. فلما يجي الديناك يكونفيجر البوردر دوت ودولت، هيقول للبوردر ده، يا بوردر ده لو في اي ديستنيشن ما تعرفوش ابعت لواحد من البوردرز دولت. اوكي، زي ما كنا بنعمل، زي ما الديناك كان بيعمل مع الايدج نودز، لا عشان يقول لهم ان ده اكسترنال بوردر، هو ده الجيت واي اوف لاست ريزورت، هنا هيعمل مع البوردر دوت نفس الكلام، كأن البوردر ده بقى ايدج ودولت البوردرز بتوعه في حالة الانترنت. واضحة كده؟ حلو قوي، ماشي. فهنا يقول لك ايه، ايدج نود ان سايت 1 ريكويست فور ان اي بي ان ذا انترنت، ذا ريكويست از سنت تو ذا سايت كنترول بلين نود دوت. اليوزر هنا عاوز يطلع انترنت، فدوت طبعا هيروح يسال على الكنترول بلين نود بتاعته. كنترول بلين نود هتبعت له ايه، نيجاتيف ريبلاي، فتقول له الاي بي ده مش عندي، فيروح هو باعت للجيت واي اوف لاست ريزورت بتاعه اللي هو البوردر ده. حلو الكلام، جميل. البوردر دوت هيروح عامل ايه، ثانية واحدة، تمام، هيقوم باعتها للبوردر. اوكي، الخطوة اللي بعد كده، البوردر هيروح يسأل الترانزيت كنترول بلين نود، لو سمحت هو الاي بي دوت اللي هو اصلا على الانترنت اللي هو هنا مثلا اي بي اكس عند مين. بص بقى، كنترول بلين نود الترانزيت هتبعت له تقول له ايه، نيجاتيف ريبلاي، لا والله ما اعرفوش، مش ريجستر. فيروح هو باصص عنده في الديناك، كونفيجريشن بقى اللي الديناك حطها عليه، قال له ايه، قال له لو انت جالك نيجاتيف ريبلاي ابعت لسايت 2 او سايت 3، وهم هيوصلوك بالانون نتورك ديت. يقوم باعت لسايت 2 او 3 في اكس لان تانل بقى، هيقوم باعت له، يقوم باعت للسايت ده. طيب بص بقى، السايت ده هيعمل ايه، حاجه غريبه شويه. سايت 2 لما هيجي له الترافيك هيروح باعت للترانزيت كنترول بلين نود، يقول لها الديستنيشن اي بي ده فين. ما هو ما يعرفش هو الديستنيشن اي بي دوت، يمكن يكون عند حد تالت، ما اقدرش اخد قرار ان انا فروده على الانترنت غير لما يجي لي نيجاتيف ماب ريبلاي. ادم انا، هو خلي بالك النيجاتيف ماب ريبلاي الاولاني جيل ده، لا ده بقى لما يجي له الترافيك لازم هو كمان يجي له نيجاتيف ماب ريبلاي، فلازم اروح اسال قبل ما استخدم الديفولت راوت بتاعي، لازم اسال الكنترول بلين نود، والكنترول بلين نود تقول لي نيجاتيف. حلو الكلام، جميل. هروح هنا الكنترول بلين نود تبعت لي ايه، نيجاتيف ريبلاي، هي ما عندهاش الديستنيشن ده. اروح انا عامل ايه بقى، باصص على الديفولت راوتس اللي عندي في الاندرلاي، واشوف بقى ده انا اطلع بقى على السيرفيس بروفايدر او على الفيوجن راوتر اللي هو الانترنت جيت واي. تمام كده، يبقى انا ما اقدرش استخدم الاندرلاي ديفولت راوت بتاعي اللي جاي لي من السيرفيس بروفايدر الا لما يجي لي النيجاتيف ماب ريبلاي، نيجاتيف ماب ريبلاي. حلو الكلام، تمام. طيب في حالة بقى ان انا عاوز اوصل بالشيرد سيرفيسز او الداتا سنتر او الويب، هي نفس الكونسبت. بص هنا، ده هو ده بيرجستر مع البوردر ده، كده كده بيرجستر، خد الداتا سنتر رجسترها مع اللوكال كنترول بلين نود، واللوكال كنترول بلين نود قالت له رجسترها كمان مع الترانزيت. تمام، فانا هنا ايه اللي حصل، سايت 2 اهو عاوز يوصل بالداتا سنتر، فطبعا اليوزر اللي هنا بعت للجيت واي بتاعته، الجيت واي بعتت للكنترول بلين نود، الكنترول بلين نود قالت له ايه، سنت للكنترول بلين نود، الكنترول بلين نود قالت له ايه، لا والله نيجاتيف ما عرفوش. تمام، فهو عنده بقى في الكونفيجريشن، ادام جالي نيجاتيف يبقى من حق ابعت للبوردر اللي هو الاكسترنال، بعت للبوردر الاكسترنال تو ذا سايد بورد، خلاص بعت للسايد بورد. طيب
السايد بوردر هيعمل ايه؟ اول ما يجيله الترافيك هيروح يسأل هو كمان الترانزيت كنترول بلين نود بتاعته، لو سمحتي هي ديت مع مين؟ خلي بالك هو مش هيروح يسأل الكنترول بلين نود اللوكال بتاعته. ليه؟ لان ما دام الايدج جاله بانون، يبقى اوريدي الايدج عدى على الكنترول بلين نود اللوكال، فانا مش هعيد الموضوع تاني، لا انا هسأل الكنترول بلين نود اللي الايدج ما يعرفش يوصل لها اللي هي الترانزيت. ففي برضو انتليجنسي في الموضوع، تمام؟ طيب الترانزيت قالت لي ايه؟ انا عارف السبنت دي بتاعت الداتا سنتر دي، ده ديت مع البوردر الفلاني ده. All site borders will register all prefixes local to the site either learned via dynamic hosts or imported from external routing protocols to the transit control plane node. يعني هنا البوردر ده عرف الداتا سنتر سبنتس منين؟ هو مثلا مشغل بي جي بي فوق ولا عارفها من اي حته، من حقه عادي يرجسترها مع الترانزيت كنترول بلين نود ويرجسترها مع اللوكال كنترول بلين نود، تمام؟ فهنا الملخص ايه؟ ده هيروح يسأل ديت، هتقول له هي مع الار لوك الفلاني اللي هو الار لوك بتاع سايت 1 او البوردر بتاع سايت 1. يروح هو عامل ايه؟ فاتح في اكس لان تانل مع البوردر ده وباعت الترافيك. طيب البوردر دوت اول ما هيجي له الترافيك هيعمل حاجة برضو عجيبة، مش مفهومة قوي بصراحة. هيروح يبعت ريكوست للترانزيت كنترول بلين نود، يقول لها ايه هو الديستنيشن اي بي ده فين؟ فتقول له على فكرة الديستنيشن اي بي دوت معاك انت، فبيزد على الماب ريبلاي دوت هو والنيتف فورورد ترافيك عن طريق للداتا سنتر على طول، تمام؟ هيروح واخدها ومفروضها للداتا سنتر على طول. يبقى تاني نلخص كده عشان ما تتوهش، ده بعت للجيت واي، ده راح سأل الكنترول بلين نود، الكنترول بلين نود قالت له نيجاتيف، يروح باعت للبوردر. البوردر هيروح يسأل الترانزيت كنترول بلين نود، هتقول له ده البوردر بتاع سايت 1 هو اللي عنده الترافيك دوت او هو اللي عنده الديستنيشن دوت. يروح يسأل البوردر بتاع سايت 1، البوردر بتاع سايت 1 اول ما يجي له يروح يسأل الكنترول بلين نود تاني الترانزيت، هو ده عند مين؟ تقول له ده عندك انت. يروح هو مستخدم على طول الداتا سنتر او مفرود الترافيك للداتا سنتر على طول عن طريق الاندرلاي بتاعه. اوكي يبقى احنا كده خلصنا ازاي بتقدر توصل الفابريك سايتس ببعضها والفابريك دومين بيشتغل ازاي. لو عندك اي اسئله سيبها لنا في الكومنتس تحت وان شاء الله هجاوبك عليها اول باول. متنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتعمل شير ولايك للفيديوهات. شكرا جدا ليكم، اشوفكم ان شاء الله الحلقة الجاية. سلام عليكم.